اهلا بكل مشاهدينا من جديد عبر صباح الشروق، وتمنيات النجاح والتوفيق. بالتاكيد مغرونه مع امنيات صادقات ومبادرات طوعيه فرضت نفسها من خلال هذه الامتحانات. مبادره وصلني واحده من المبادرات اللي دعمت فكره توصيل الطالب السوداني في كل ارجاء السودان، وهذه الفكره درجت عبر عمود الصحفيه والزميله سهير عبد الرحيم. احنا بنحيي عبر هذا الصباح وبنحيي شراكات ايضا حسام. كل تاكيد شراكات مميزه جدا تتمثل في واحد من الشركاء الاساسيين والمميزين اسره شركه مواصلات ولايه الخرطوم. بنحييهم ونسعد انه بيكون طلبه هم عضويه في هذه المبادره، انه يكون معنا داخل الاستديو مدير الحركه والتشغيل بشركه مواصلات ولايه الخرطوم وعضويه مبادرة وصلني الأستاذ محسن محمد أحمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ محسن، صباح الخير. مرحبا، الله يخليكم، صباح النور عليكم، ونتمنى أن نكون ضيوف خفيفين الظل عليكم يعني. إن شاء الله إن شاء الله صباح الخير عليك، وأنا بحيي حضورك بالتأكيد، بحيي عملك والجهود المقدرة اللي أنتم بتقوموا بها عبر شركة مواصلات الخرطوم. ونتكلم في البداية عبر العضوية لمبادرة وصلني. أنا عرفت أن المبادرة دي هي غطت كل أرجاء السودان فعلا، وحتى عندها ستيكر كده لونه أصفر بيتلصق في كل العربات اللي هي ممكن تعمل على نقل الطلاب. صح، حقيقة يمكن فعلا المبادرة بدأت من الجروب بتاع وصلني، ويمكن يتواصلوا معنا بعد ذلك نحن في الشركة. فسبحان الله، يمكن احنا يعني ربنا وفقنا، او نوعا ما كنا مهيئين ان احنا ذاتنا، لانه احنا يعني خصوصا انه احنا طلعنا من الجائحة بتاعت كورونا، كان عندنا مبادرة برضو قبل بخصوص ترحيل الكوادر الطبية ومرضى غسيل الكلى وغيره، فنفذناه في الجائحة بتاعت كورونا، فنوعا ما لسه كده الحماس موجود كان عندنا، فكنا طوالي، ودي حاجة لابد منها يعني الناس تكون شركاء في أي حاجة الناس بتقدر تقدم بها خدمة للمجتمع، وخصوصا لطلاب الشهادة السودانية. مع العلم بالظروف المقربة لأيام البلاد دي، في مناطق كثيرة متأثرة بالفيضانات والسيول، فحصلت زي ما نقول كوارث بتخلي كثير من الأسر والطلاب إنه ما يقدروا يصلوا لمراكز الامتحانات. فده خلانا نحن لازم نكون جزء من المبادرة دي، باعتبار عندنا الوسائل بتاعت النقل نحن اللي هي المواصلات والبصات في الشركة، فنقدر نكون حضور مع تواصلنا مع المبادرة، وأستاذ سهير وأخونا علم وأستاذ فخري، فقعدنا يمكن الحاجة دي في 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 وقت بسيط، لكن قدرنا ننجز شيء كبير يعني الحمد لله لحد الآن. جميل، يعني شنو مدى الرضا الآن؟ يعني أنت كنت إحنا قدرنا ننجز شيء كبير الآن، حتى الستيكر اللي الناس شافته الصباح باللون الأصفر الزاهي موجود في كل العربات، الأصحاب المركبات الخاصة، مدى تفاعلهم، تفاعل المجتمع بصورة عامة مع شكل هذه المبادرة. والله يمكن فعلا في الشباب في مبادرة بتاعت جروب وصلني يعني مشكورين، الناس دي اللي يمكن مسهرين معنا الأيام اللي فاتت دي في تلفونات وفي اتصالات للتنسيق ومع إدارة التعليم ومع المحليات وإدارة النقل والبترول وغيره، فكان في 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 شغل كبير على اساس انه نقدر نصل للمراكز بتاعه الامتحانات، ونقدر نصل لخطوط سير، ونقدر نصل للنقاط بتاعه التجمعات للطلاب ذاتهم. فمن خلال الشباب دول هم وفروا لنا داتا كبيره جدا يعني هم مشكورين. انا والله من هنا بحييهم الشباب دول، يعني سبحان الله البلد دي ملانه، يعني ملانه لسه ناس صحيح. عندها طاقه عجيبة جدا، يعني ناس بتقدر تقدم. فحتى في الشيل يعني أنا شايف إنه هم مثلا الحتة دي هم دارين يقدموا فيها، لكن فهمهم في المسألة بتاعت المواصلات، حتى لو كانوا ما ملمين فيمكن هم لجوا عشان نحن نقدر نساعدهم. فالشراكات دي بتعمل يعني بتعمل معون كبير، فيه الناس بتتباين الأفكار مع بعض على أساس إنه تقدر تطلع بالفكره بشكل جيد. نعم. والليله نحن من خلال السوشيال ميديا، انا والله جايكم هسه مرتاح جدا، يعني انا مدى الرضا اللي انا شايفه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التلفونات اللي قاعد تصلها حاجات كثيره، امهات واسر واباء، شكر وامتنان على الحاجه دي بشكل ما عادي. يعني انا شايف يعني الليله اليوم ده ما متوقع انه اول يوم، يعني بالضبط يعني من اول يوم حد ذاته للمبادره بالضبط كده، يعني في اي حاجه دائما اول يوم ده بيكون فيه صعوبه شويه، صعوبه التنفيذ، والناس
ما بتكون متوافقه كده مع بعض. والانطباع الاول يدوم يعني. بالضبط كده. اذا كنت ناجح في صوره عامه فيستمر. اكثر من المتوقع، اكثر من المتوقع حقيقه والله. طيب يعني استاذ محسن خلينا نتكلم عن خطوط السير، انا عارفه انه هي بحريه والخرطوم ومدرمان. ايوه. خليني اتكلم عن خطوط التنسيق تحت السير، واحنا في اول يوم كيف كان شكل التعامل؟ يعني برضو في صعوبات بتلاقي الناس في أول يوم ده عشان يتلافوها في الأيام الجاية. بالضبط كده. نحن في الشركة يمكن يعني المسألة بتاعت خطوط السير ده جزء من شغلنا نحن في الشركة، فمقسمين الشغل بتاعنا. نحن عندنا قطاع في أم درمان، وعندنا قطاع في بحري، وعندنا زي ثلاثة قطاعات في الخرطوم. فقدرنا نحن نوزع الخطوط بتاعت السير دي يعني بكل المحليات، السبعة محليات دي. فقدرنا نوصل يمكن احنا شغالين على حاجه بتاع 30 خط احنا موفرين فيها البصات، الخدمه مجانيه. عندنا بصات شغاله يعني بنسبه 100% نقل الطلاب بس، يعني بتجيب في الموقف ما بتشيل الا طلاب الشهاده السودانيين الممتحنين على سنه توصلهم لمراكزهم. فبيحصل انه يكون في ما دار اقول تقصير، لكن يعني نوعا ما كده ممكن يكون في عدم تفاهم بين الأسر وبين الخدمة ذاتها الموجودة، لأنه الناس ذاتها يمكن ما تكون مستوعبة إنه تكون في خدمة بالشكل ده موجودة. في يوم الليلة المبادرة دي تكلموا عنها في الإذاعات وفي التلفزيون وفي الواتساب عنها. بالضبط كده، يعني كان في انتشار لها كبير جدا. بالضبط كده، يعني الناس شوية كده يمكن يعني بيفتكروا إنه في حاجات الناس بتتكلم عنها ما حتنفذها، ما بتنفذها يعني لما تيجي على أرض الواقع ما بيلقوها. لكن الحمد لله انهم اللي جونا على ارض الواقع. لحد الان نحن حتى المناطق الما يعني الزمن ذاته بتاع الباص بيجي بتين والطالب يطلع من البيت بتين، دي النقطه الاساسيه حاليا اللي بقت مفقوده بيننا وبين الناس دي. نوعا ما نحن قدرنا نوصل الخدمه دي في الخطوط دي بشكل مرضي. لحد بكرة أسعى نحن بنرتب مع الطلاب على السنة تاني في المحطات يكونوا في الساعة كده البص يجيهم الساعة كده. فمسألة بتاعت زمن، لكن الحمد لله شغالين على السبعة محليات بكل الأسطول بتاعنا بتاع البصات. في إضافة دار أقولها، يمكن حتى كان في اللجنة العليا المعنية بحل المواصلات وغيره، في جهات تانية حاولت انها برضو تكون جزء من المبادرة دي، يمكن ناس الجيش والشرطة تحديدا. حتى ديل هم جابوا البصات بتاعتهم، يعني جابوا البصات دي عندنا احنا في الشركة ومسؤولية ادارتها واللون لا احنا. في ناس الجيش جابوا لنا زي 5 بصات ترحيل المركز للجيش، والشرطة برضو وفروا لنا زي 6 بصات. فدي حاليا برضو نزلناها احنا من ضمن خطة التشغيل بتاعتنا اللي احنا شغالين بها على الترحيل بتاع الطلاب ده. والحمد لله يعني اليوم انا مبسوط غايته يعني. الحمد لله. ارجع تاني اكد العربات الخاصه والعربات الصغيره في تفاعل معاكم ولا لا في المبادره؟ بالضبط كده. برضو في اصحاب يعني انا ذاتي متفاجئ بالرقم، يعني في رقم كبير جدا، يعني انا ممكن اكثر من 300 عربيه المستحضره، يمكن ده قبل 3 ايام، بس يمكن الرقم ده يكون ضعف كثير يعني. فهمت؟ حتى انا شفت الحاجه دي على برضه وسائل التواصل في اصحاب مركبات خاصه كثيرين شغالين. صحيح. على الحاجه دي يعني الماشي شغله عندهم الاستيكرات بتاعت وصلني ذاتها موجوده على المركبات حقتهم، فبيشيلوا معاهم الطلاب ويوصلوهم. حقيقه في تفاعل كبير من كافة أفراد المجتمع. شراكات طبعا بين المواطنين وبين الدولة وبين الجهات الرسمية. بالضبط كده. حتى الشغل ده هو ما يعني في ناس شغالين يمكن حتى خارج المبادرة بتاعت وصلني، في ناس شغالين. يعني اتفاجأت انه في مجموعة في زي جروب بتاع ركشات يعني. حتى انا لقيت انه هم عاملين زي استيكرات خدتناها في الركشات، هم برحلوا طلاب الشهادة السودانية. صحيح. في ان احنا انه وصلونا اصحاب حافلات. صحيح. وصلونا اصحاب حافلات هم دارين ينضموا للمبادره دي ويشتغلوا، فكلهم كانوا مرحبين جدا في نعم. في الحاجه دي يعني. صحيح. يعني هي المبادره يعني طبعا بدات في امتحانات الاساس، هي وصلني اول اللي كانت فكره في امتحانات الاساس ونجحت. بالضبط. ومن ثم جات وصلني الثانيه اللي هي كانت لطلاب الشهاده السودانيه، لانها كانت محصوره في ولايه صحيح. الخرطوم. كانت في ولايه الخرطوم، لكن الان امتدت الى كل ارجاء ولايات معممه في السودان. يعني. ويعني حتى وجود الشراكات زي شركه مواصلات الخرطوم وغيرها من الشركات الاخرى والمواطنين العاديين، يمكن يعني دي حاجه مهمه جدا بشكل كبير.
صحيح. انها تقدر. خلينا نتكلم عن الامان، يعني الامان طالما انه انا حخلي طالبي يطلع في عربيه انا ما بعرف منو سايق وكذا، لكن نتكلم عن مستوى توفر الامان في انك توصل الطالب لحد الامتحان. مش الامان بس في انه يعني يروح او مثلا يسترك او كذا، الامان في انه زوجته يوصل الامتحان في مواعيده. بالضبط كذا. نحن يمكن الفتره اللي فاتت، يمكن الايام اللي فاتت دي، عندنا زي رسائل توعويه كثيره كنا بنوصلها للسائقين بتاعنا في اجتماعات لحد اليوم الصباح نحن في كل القطاعات بتاعتنا نحن في الشركه. فضرورة الالتزام بالمسارات وضرورة انه الطلاب ديل يعني اولادنا واولادكم واخواننا واخوانكم وغيرهم، فمهم جدا انه احنا نوصلهم في الزمن بتاعهم بكل يعني راحة وامان. حقيقة الحاجة دي يمكن ظهرت في كم فيديو انا شفته لامهات بتاعين طلبة، فراضين عن الحاجة دي تماما. يعني في أمهات كانوا بيبكوا يعني هم صدقين أنه زادت تكون في خدمة زي دي، لأنهم واقفين. يمكن الحاجة دي بيتعبوا الأمهات دائما في امتحان الشهادة أكثر من غيرهم، يعني دائما بتوصل ابنها أو بيتها لحد الشارع وتقف معه وتتأكد. في أمهات بيصلوا المدارس يعني نحن، فحتى دي لأن احنا زادنا ما نحن زادنا تحت خدمتهم والمواطن. بعدين يعني داير أشير لحاجة اتفاجأت بيها الليلة، يعني الباص بيجيب في المحطة بتكون مكتظة بالمواطنين، تمام؟ من ضمنهم بيكون في طلاب، فالباص لما يجي يقول ترحيل بتاع طلاب فقط، في احترام كبير للحاجة دي، ما في زول كان قاعد يعترض ولا في زول قاعد يتناقش ولا، بالعكس هم كانوا بيفسحوا المجال. في ناس بتساعد في انه يا اخوان طلاب الشهادة يجيرك. فحقيقة أنا يعني سعيد جدا أنا بشيل شفته ده، ما نحن بس عشان قاعدين نوصل الطلاب ولا غيره، لكن التكاتف بتاع المجتمع ده والتعاضد ده، دي حاجات بتفرحني جدا يعني والله العظيم. الحمد لله. بتفرحني جدا. الحمد لله. المبادرة دي هي توصيل الامتحان فيها بتشيل الطلاب في بصات على خطوط السير زاد، لانه معلوم انه في مدارس كثير هي على الشوارع الرئيسيه. نعم. فالخدمه نحن طول اليوم مجانا، يعني نحن حتى الطلاب اللي عندهم حصص بتاع التركيز او غيره في يعني ممكن الساعه 4 5 اذا لقى الباص بتاعنا ده حيركب فيه برضه مجانا. يعني وليه الزمن ده الباص حيكون مخصص للطلاب فقط؟ لا، حيكون في مواطنين، الاولويه للطلاب. الاولويه للطلاب في باصات، الاولويه للطالب. بالضبط كده. كل الباصات بتاعتنا احنا في الشركه حاليا شغالين بحوالي 150 باص، كلها احنا مخصصين وعاملين فيها الاستيكر بتاع وصلني ده، وشغالين على ترحيل الطلاب. احنا عندنا حاجه اللي عندنا زمن الامتحان للطلاب فقط، خارج زمن الامتحان في مواطنين لكن الطلاب الاولويه بالنسبه لهم. بالضبط كده. بالضبط يعني كده. انا بحيي الجهود الكبيره دي لدعم طلاب الاساس، خصوصا يعني الطلاب ذاتهم مروا بحاله نفسيه سيئه بالنسبه لتاجيل الامتحانات. تاجيل الامتحانات كثير، جائحه كورونا، تفاصيل كثيره. انا برضو يعني عبرك وعبر صباح الشروق بحيي كل شخص دعم هذه المبادره خارج السودان او داخل السودان ماديا، لانه اذا ما كان في دعم مادي ما كان حد عامل الاستيكرات، ما كان حد تقدر الناس توفر. ممكن في بعض الناس يكون عندهم، احنا عارفين انه في ازمه بتاعت بنزين، يكون عندهم عربيه وتكون مهيئه لكن ما عنده بنزين. يعني توفير الحاجات دي بالنسبه للمواطنين حتى العاديين دي محمده وحاجه كبيره جدا وحاجه جميله جدا. بالضبط كده. بالضبط كده. و ما اعرف انا والله اقول شنو، لكن بشكر الشباب كلهم انا في المبادره بتاعت وصلني. انا غايت شفت عندهم مجهود كبير جدا شغالين بيادوا فيه، متواصلين معانا يمكن احنا لحد اخر الليل امبارح ولحد ساعات الصباح الاولى من اليوم برضه، متواصلين معانا في اتصالات وفي غيره. اخوتنا هيفاء ودكتور السيسي و استاذ سهير واخونا فخري وعلم الدين، الشباب ديل كلهم انا ما داير انسى، يمكن انا ما قادر انسى ناس، لكن الاسامي المتكرره عندي دي. برضه عندي الشباب انا في شركه المواصلات برضه بحييهم والله انا للمجهودات الكبيره اللي بيادوا فيها. اخونا الجزولي في قطاع ام درمان، واخونا محمد محمود في ابو ادم، واخونا ابو القاسم وعمنا الهادي في بحري، ديل كلهم ناس شغالين على المبادره دي برضه لأواخر الليل، بنسقوا وبيحاولوا يتواصلوا مع المحليات ومع إدارة التعليم في إنه خطوط السير ويوصلوا الباصات. ففي مجهود
نتمنى انه احنا نكون عند حسن الظن الناس. نعم. وفي الاول وفي الاخر الشركه هي ملك للمواطن، وده من ضمن المسؤوليه الاجتماعيه للشركه. اكيد يعني. صحيح. شكرا جزيلا، سعدنا بك جدا استاذ محسن محمد احمد ابراهيم، مدير الحركه والتشغيل بشركه مواصلات ولايه الخرطوم، وهذه العضويه الشرفيه التي تعتبر في مبادره وصلني لك التحيه. تحيه. شكرنا لانه برضه عضو المبادره. هنا عضو في المبادرة. لازم. العربية بالرفاهية الستيكر؟ طبعاً. يا سلام. أنا محتاج أصور الحاجة دي بعدين وأرفعها يعني في الفيس أو تحية لمنى لأنها عضو أصيل في هذه المبادرة. أنا بنساعد المسكين. بالنشر الإعلامي، بنساعد بأنه نقدر نوصل صوت المبادرة لأي مكان في السودان عبر السوشيال ميديا، عبر الإعلام، عبر الشاشات. أكيد عبر الإذاعات حتى يعني. أنا عضو في المبادرة لكن داعب من القلب لأنه أنا سايق رجليني طبعاً. لا أنا ما شفت تكون سايق. أنت ممكن عبر الإذاعة على التلفزيون تقول بنشر المبادرة. بالعكس أنت دوركم ده مهم جداً والله. يعني. حيواسوني شمع ما في عربيات ما بيناتنا ما في إشكال. ربنا يديك الصحة والعافية، مشكور جداً.